السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب صوتي كده يكون واضح ليكم. النهاردة هكلمكم عن انواع الكونتور، ويا رب تستفادوا ان شاء الله من الفيديو، عشان بنات كتير سألتني عن انواع الكونتور وايه الافضل اللي هم يستخدموه. فانا النهاردة هقول لكم انواع الكونتور وايه الافضل انكم تستخدموه يكون سهل عليكم، وهقول لكم طبعا فايدة الكونتور ايه، لان في بنات كتير برضو ما تعرفوش. اول حاجة اعملوا لي لايك للفيديو، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة بتاعتي، وتدوسوا على الجرس اللي جنب كلمة اشتراك، عشان اي فيديو انزله يجيلكوا في الاشعارات وتعرفوا ان انا نزلت فيديو جديد. تمام. ما تنسوش كمان تعملوا لي كومنتات للفيديو، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. اول حاجة طبعا هنتكلم عن الكونتور انواعه ايه. الكونتور انواعه اتنين، باودر وكريمي. طيب هتقولوا لي الكريمي بيكون اسهل ولا الباودر؟ هقول لكم بالظبط كل واحد استخداماته ايه، المميزات اللي فيه وايه العيوب اللي فيه، وكمان كل واحد مناسب للبشرة ايه، وايه المناسب للخروجات العادية، وايه المناسب للسهرات والمناسبات. تمام. وكمان هقول لكم ده بيدمج بايه وده بيدمج بايه. طبعا اول حاجة هوريكم الكونتور الباودر. تمام. ده الكونتور الباودر. طبعا بيختلف انواع البلتات، يعني مش كل الكونتور باودر هو زي ده، لا بيبقى فيه اوقات يعني باليت كونتور بيكون فيها اتنين بس، مثلا اتنين من دول، درجتين بيكون فيها 3 درجات. انا جايبة البلت الكبيرة دي عشان شغلي، وصراحة البلد دي حلوة جدا، فانا هوريكم دلوقتي الكونتور الكريمي بدرجاته. اول حاجة طبعا عندي في الدرجة اللي هي البني خالص دي، دي بتستخدم للبنات اللي هي الغامقة خالص اللي بشرتها غامقة، وفي الدرجة دي مدية شوية على بيج او رمادي شوية، دي بنات ممكن الفاتحة، وفي الدرجتين دول بنات اللي هم الخمرية، يعني البشرة الخمرية، وممكن برضو استخدم دي البنات البيضة شوية. في هنا هايلايتر. تمام. وفي هنا الباودر دي، او اللون ده لون على اصفر شوية، ده بيكون للاماكن اللي انا عايزاها تبان للهايلايت، يعني دي بحطها تحت العين بتبقى حلوة جدا. وده لون ابيض شوية او على بينك شوية، دي على اصفر. وفي كمان درجة هايلايتر تاني هنا، يبقى في درجتين هايلايتر، ودول للهايلايت بفتح بيهم الاماكن اللي عايزة افتحها، ودول للاماكن اللي عايزة اغمقها. طيب الباودر الكونتور ده بستخدمه ليه؟ الكونتور بستخدمه عشان خاطر ان انا انحت بيه الاماكن اللي انا مش عايزاها تبان، يعني مثلا الانف مثلا عريضة شوية، فانا عايزة ارفعها مثلا تحت الخد كده شوية بارز يعني، فانا ممكن بدخله لجوه شوية عشان ابرز عظمة الخد والخدود تبقى باينة اكتر. بعمل بيها مثلا اللي هي عند الدقن مثلا بصغرها شوية، يعني اي حاجة انا عايزة ان انا اخفيها او ادخلها جوه شوية، كأني بعمل مثلا عملية تجميل بس مؤقتة، فبدخل المنطقة دي لجوه، او ان انا بخفيها شوية، او مثلا الجبهة بتبقى عريضة شوية القورة، فبرضو بصغرها شوية، او بدي ايحاء ان هي صغيرة، بحط الالوان الغامقة على البشر، على الاماكن اللي انا عايزة ان انا اخفيها او اصغرها شوية او ادخلها لجوه شوية. طيب الكونتور الباودر ده طبعا ده اسهل حاجة للبنات اللي بتخرج يوميا. تمام. طبعا انا مش عايزة اعملكم سوتشات لان هو باين، يعني مثلا ممكن اوريكم الدرجة الصفرة دي، هي مش هتبان قوي اساسا هنا، الدرجة اللي على اصفر، وفي الدرجة البني، وفي ده الهايلايتر، مش هيبان قوي للأسف، باين اهو. مثلا وفي الدرجة دي على ابيض شوية،
ده على ذهبي شويه. هقول لكم الكونتور الباودر ان انا بينفع البنات اللي بتخرج يوميا، وكمان للبنات اللي عايزه شكل الميك اب بتاعها يكون مات، ما يكونش فيه يعني ما يكونش فيه لمعه، يكون مات شويه، فالكونتور الباودر هينفعها. وكمان كمان الكونتور الباودر بيدي شكل طبيعي شويه عن الكونتور الكريمي. الكونتور الكريمي بيبرز اكتر الملامح او بينحت الوجه اكتر، كونتور الباودر بيدي شكل طبيعي اكتر. الكونتور الباودر كمان بيكون حلو قوي للبشره الدهنيه اكتر. بس كده هو ده اللي هكلمكم فيه عن الكونتور باودر. وكمان سهل الاستخدام وممكن يتوزع بفرشه عاديه. وكمان بس هو في عيب واحد، ان هو لو في يعني لو غلطتي فيه وانت بتعمليه، يعني لو بتعملي كونتور للانف مثلا وغلطتي، صعب شويه ان هو يتصحح. لكن انا كميك اب ارتست بعرف اصححه عادي. لو غلطت في الكونتور الباودر بعرف ان انا اصححه. لكن هو للبنات العاديه مثلا هتبقى صعب شويه ان هي تصححه، لكن هو سهل في الاستخدام عن الكونتور الكريمي. الكونتور الكريمي بيكون عايز اكتر الميك اب ارتست او الناس يعني اللي عندها البروفيشنال شويه في حوار الدمج وكده، فهي تعرف تتعامل معاه. ده بالنسبه للكونتور الباودر. لو افتكرت حاجه تانية هقولها لكم عشان انا بنسى. ده الكونتور الكريمي، دي درجاته طبعا ملناش دعوه العيب هتلاقي انه عندي من بدري. الكونتور الكريمي برضو درجاته البنيات تحت ودرجات الهايلايت فوق، والدرجه دي شويه المفروض تكون على بينك شويه او برتقالي شويه، بس هي مش مديه الدرجه دي. دي ككوريكتور اللي هي بتبقى ان انا بصحح بيها الاماكن الغامقه او كده، لكن انا طبعا مش بستخدمها بصراحه. انا عندي كوريكتور تاني ولكن بستخدم اللي هي الهايلايت ده و الدرجات البني اللي هي درجات الكونتور. الكريمي بيبقى زي الفاونديشن بس درجات غامقه، زي الفاونديشن بس درجاته بتكون غامقه كده، تمام. طيب الكونتور الباودر، كونتور قصدي الكريمي، برضو دي كهايلايت اهي. الكونتور الكريمي بيكون حلو للبشرة الجافة، للبشرات الجافة، وكمان للبشرات المختلطة، وبرضه عادي ينفع للبشرات الدهنية. بس ممكن استخدم مثلا او اختار كونتور يكون مفيهوش زيوت قوي عشان اعرف استخدمه للبشرات اللي هي الدهنية، تمام. الكونتور الكريمي بيبرز الملامح اكتر من الكونتور البودر، بيوضحها لي اكتر، بينحت الوش اكتر. بعد ما بعمل كونتور كريمي انا يعني الوش بيختلف تماما، الوش بيتنحت جدا. وهو ده بقى اللي ايه البنات بتقول ايه ده اتغيرت، ايه ده شكلها اتغير خالص، مش عارفه ايه دي ما بقتش هي. طبعا عشان الكونتور بيغير الملامح اساسا، يعني الكونتور الكريمي اكتر من الكونتور الباودر. الكونتور الكريمي ما ينفعش تستخدميه يوميا، وما ينفعش اي بنت تستخدمه لانه بيكون صعب في الدمج. وكمان هو بيكون عايز مثلا للسهرات، يعني هتروحي سهره هتروحي مناسبه بيكون عايز ميك اب لوك تقيل، فتستخدمي له الكونتور الكريمي. لكن مش حلو للكونتور، مش حلو قصدي للخروجات العاديه، تمام. بس الكونتور الكريمي لو حصل غلط فيه، يعني لو غلطت فيه وانا برسمه او بنحت الوجه بالكونتور الكريمي بعرف اصححه، وتصحيحه بيكون سهل عن الكونتور البودر. طيب انت لو ما عندكيش لو ما عندكيش كونتور كريمي ورايحه مناسبه ومش عايزه تشتري باليت كبيره، ممكن تشتري اي فاونديشن غامق. اي فاونديشن غامق هتستعمليه ككونتور كريمي عادي جدا. يعني مثلا الفاونديشن ده من لونا، شايفين ضربته عامله ازاي، غامق جدا، بصوا شوكليت يعني لون غامق. ده ممكن استخدمه ككونتور عادي كريمي. ممكن مثلا ان انا اخلط بيه اي فاونديشن فاتح شويه فاعمل درجات منه،
بس ده مش موضوعنا يعني حوار الفاونديشنات، ده موضوعنا حوار الكونتور دلوقتي، خلينا فيه بس كده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وعرفتوا الفرق بين الكونتور الكريمي والكونتور الباودر. وانا بنصح البنات ان هي البنات العادية تستخدم الكونتور الباودر، هيكون اسهل ليها طبعا. هتوزعيه بفرشة عادية، مش تحتاجي طبعا. الكونتور الكريمي بيستخدم يعني ممكن بيتوزع ببروش بتبقى مخصوصة ليه، فرشة مخصوصة ليه، او اسبونش اللي هي البيوتي بلندر. برضو البيوتي بلندر ممكن يتوزع بيها الكونتور الكريمي، لكن الباودر هتستخدمي فرشة. وانت بتاخدي من كونتور الباودر حاولي تاخدي يعني خفيف خالص، ما تمليش الفرشه على الاخر باللون وتحطي على خدودك او تحطي على منخرك، فتكبري اساسا المنطقه وتبوظي وشك بالكونتور، لانه ممكن يبوظ وشك مش تعرفي تصلحيه. فانت تاخدي حاجه بسيطه وتبتدي ان انت تحطي عند عظمه الخده، عند الانف، وبالراحه كده، وان شاء الله يطلع معاكي كويس. فالكونتور البودر بنصح بيه البنات العادية، ومش لازم تجيبي باليت فيها الوان كتيرة، لا ممكن هو درجة واحدة بني. وعلى فكرة ممكن برضو يعني اي درجة بني عندك، ممكن درجة شادو تنفع، ممكن درجة حواجب تنفع برضو ككونتور بودر، بس تاخدي منها خفيف خالص وتحطي منها عشان خاطر ما تحطيش كتير وتبهدلي الدنيا وتحسي ان انتي مش عارفه تصلحي حاجه وشكلك بقى كله اسود وكده يعني. بس كده يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويا ريت لو استفدتوا بقى تعملوا لي لايك للفيديو، كمان تكتبوا لي كومنت تحت، ويا ريت تكملوا الفيديو للاخر. وان شاء الله هكلمكم عن حاجات تانية كتير ونصائح تانية كتير للبنات العاديه. بس كده، يلا مع السلامه.